شوات ش عنده ذا حط رقمه بالكود؟ بس بخلني ادق عليه. في واحد دق علي، انا نرد عليه. الو، تفضل، معك مطعم السنبلة لبيع الكنافة. عيال ما شاء الله ما قصرتوا في المقطع اللي راح، الرقم الجوال وصلتوه ترند واخذ الترند اتوقع 41 او 40. اليوم يا عيال بنوصل المقطع ده ترند، ولكن نبي نكسر ال 40، بنخليه اقل من ال 40، يعني نقول مثلا 38 25 كذا زي كذا. كيف ندخل ترند؟ الترند بسيط، كيف ندخله؟ لايك كومنت نشر، يعني تفعل المقطع، يكون في تفاعل قوي يدخل ترند. فلا تقصرون معنا من الاشياء الحلوه ذي، مشاهده ممتعه. انا ربي ربي جو الجيم الحامي. بسم الله وين الشقر، الله اكبر. اللي يقول لي يبغى يلعب سنايب ايش اسوي له؟ انا بعد بقدح والعب خلاص. طيب كفو والعب سنايب، وانا بقدح والعب حراق. هو ده اللي انت فلح فيه. 050 لا انا غلط. الرقم اللي يطرى ده حط رقمه غالي، دق عليه عيال. لازم اموت، لازم اموت. يدق عليك اطلق، سمعني نط. طيب بحط نفسي ما اسمع، سمعني انبطع، سمعني اطلق. اخله يلعب تلزم. اخ صعد الامور، والله صعدها. في واحد دق. الو السلام عليكم، ايش حاب تطلب؟ هلا تفضل. ايه مطعم الكستناء، تفضل، ايش حاب تطلب؟ وش مطعمكم؟ مطعم الكستناء قاعدين نقدم كنافه. ايه كيف حالك؟ الحمد لله ابد بخير. طيب لا ابي واحد كنافه. تمام كنافة على الفحم؟ إيه؟ ما عندنا، عندنا كنافة بالعسل، كنافة بالنوتيلا، كنافة بالشيرة. لا لا جدا بالكنافة. إيه؟ بالفحم ما عندنا والله. إيش حاب تطلب؟ والله طالب كنت اللي معنا ثلاث. والله ما فهمتك يا أخوي. ولا شيء. يا هلا. صدق يقول اعذروني على الإزعاج، ما يدري إني أنا اللي قاعد ألعب معه. نايس اول واحد مشت عليه الحمد لله. يا اللي ضدنا حط رقم جوالك. الحين في مطر صورتوه. اللهم حنا خلص مطرنا، راح المطر من عندنا، المطر الحين بالشرقيه، هو من الشرقيه. كيف كنت؟ للاسف ما في اجل من القصيب عندنا، هذا ما عندنا. يا اللي حط رقم جوالك يا اول واحد ما يتكلم. خليه يتكلم يا اخي. ليه؟ شو اسوي له؟ انا اقول له راح اروح احول لعبه. يا اللي حاط رقم جوالك مستوى بالله. شيخ احمد خلاص ما اقدر اتكلم، واضح السالفه، دق علي. طيب يلا معالجه. اللي حاط رقم جوالك بالله جهز لي واحد كنافه تكفى. من علي ابشر، الحين اجهز لك واحد شيره يا معلم. ها سلم واحد شيره يا حبيبي، استلم. بسم الله الرحمن الرحيم، يا الله يا رب انك ترزقنا بواحد يدق مع جوال مع رصيد. يعني الصراحه الايام صاير تنطفره، يعني معني حاولت اسجل مع وقت الرواتب عشان يقدرون يشحنون يدقون. ما تفرق معهم رواتب مو رواتب. كتبه فنش، يا رب رزقني بفنش. يا الله يا رب. تابر الله. يعني فنش ورقم جوال؟ لا لازم يدق. عاد عارفين؟ لا والله صدق لازم يدق. حط الرقم جوالي وبفنشك. انا لو هذا يمكن مو ادق الا اقول وين موقعك سريع. دق 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 دق. الو السلام عليكم. الو السلام ورحمه الله. تفضل اخوي. يا خوي والله انك اسطوره. اتوقع غلطان اخوي. خلاص يلا جايك يا خوي. يا حبيبي انت دق، انت ترك على مطعم الكستناء، اذا انت غلطان. لا يا شيخ. لا مطعم؟ الله ايش حاب تطلب؟ ايش عندكم؟ اقول لك انا مطعم ما بحاله. اي هذا محلنا. طيب عليك ما ابغى، خلاص يلا سلام. امان الله يا حبيبي. والله صدق انا غبي، كيف مطعم يبيع؟ ما في مطعم زي كذا، ما في مطعم يبيع اصلا كنافه. نوف كمان فوكس، والله صدق المفروض لازم افوكس هنا. انا المفروض اني لازم اجيب شبر. يجي كنافه جبنه. قال كنا مجبنا يستوعب حراق من البدايه اللي ضدنا. بس اسمي هذا هونر، اللي دايم يقولوا لي هونر، هذا اللي اسمه هونر. حلو وانا اقول من هو هونر، قاعدين ينادوني يقولون هونر. دق 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 دق. الو السلام عليكم، تفضل. خويك لا يلعب ار بي جي. اسمع حبيبي، راك انت تقريبا ثالث واحد قاعد يدق على المحل وقاعد يقول كلمات الصراحه ما تنفهم. لا تخليني اقعد اقدم عليك بلاغ، انت واخوياك اللي قاعدين تطقطقون علينا. حط رقمك بكود. تفضل. واحد حاط رقمك بكود. حاط رقم المحل، وش كود؟ ما ادري لعبه، حاط الرقم حتى كذا. المحل الكستناء الرياض. والله انا ماني جالس بس حاسب انه حاط رقم. طيب انا بسالك، ابيك تلحس كذا اصبعك وتحط تحت عنقك عشان اصدق. أنا أحطه بأنفي ولا بمكان ثاني؟
حطه تحت عنقك. عنقك؟ نعم هي الرقبة. شا صدقك يا حبيبي ما يعني في كثير دقوا علينا. يعني أنت تشوف اللي سويته يعني؟ لا بس يعني بصدقك إن شاء الله، إن شاء الله إنك تقوله لأن هذه عندنا يعني إنه خلاص ترك مرة صادي. لا بطلوا هذه الحركة. طيب تأسف لي. تأسف لي وتأسف المطعم الكستناء. مطعم عبد السلام. أنا والله اللي تحمل فيك. أبد حياك يا حبيبي. أنا من الرياض. في عندنا فرع بالقصيم. أنا بالقصيم. ما عندك فرع في المدينة؟ المدينة لا والله. إن شاء الله قريب نفتح. أنا الشريك في الشريك. يعني شكلك مرجعت الوضع الطقطق وشكلك من ضمن أخوياك. خلاص أبدا لك تمام. رقمك إن شاء الله بيتسجل وراح. بيكون بيننا محاكم إن شاء الله. بيكون بيننا محاكم لأن اللي قاعدين تسوونه ذا تخريب سمعة. تخريب وقت. إهدار للوقت يعني. بين ان شاء الله الشرطه. انا انسان عادي دقيت صار عادي. ارقامكم بتسجل مو انا اللي راح احقق معكم. الحكومه ان شاء الله بتحقق معكم. فمان الله. هلا فمان الله. قال صدق والله انه صدق اقسم بالله انه صدق. الجيم اللي ما ادري كم بس اتوقع انه ما ادري 5 او 6 5 اتوقع 5. يا رب من الخامس ده ان في احد يدق علينا. ليتس جو. بسم الله. وراكم يا عيال وراكم. لا سنايبر يا اخي. ما في سنايبر اسمح لي ما اقدر. مطعم الكستناء ما يقدر يسوي يلعب سنايبر. نبرات يا خوي ولا يا ابي سنايبر. تبون سنايبر؟ ان شاء الله. انا بحاول. لكن تمام. عندي اوامر من المدير التنفيذي للمطعم الكستناء يقول لا تلعب الرشاش. وان مره بتبي تلعب بتغير العب شدك. لا 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 لا. شدك الحراق الذين ذا. استغفر الله. استغفر الله مو حراق. يا ولد هذا انسان وسخ. لا 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 لا. كيف جبته؟ شدك ترى عنده اقطع يا ابو شدك. بسم الله. بسم الله وش ذا الزين طع يمين وش هذا حط لك ادق عليه بس هذا ظاهر انه مشهور الذي حركته. لا 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 تكفى ماني مشهور. لا 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 مشهور انا. استغفر الله ادق عليه صفر عابد قال صفر الله ابوي انتظر المكالمه بنفس ذا بنفس عليه وباصدمه من دقتها رقم ثاني 05 02. السلام عليكم تفضل. عليكم السلام. سلام اخوي حاب تطلب؟ سلام اخوي. اسمعني حبيبي انت قاعد طقطق انت وخياك ترى عندنا شغل حنا ولا تقدرون تخربون شغلنا وتخربون المطاعم وسمعتها. لا بلا عباطه انت قاعد تخرب سوق قاعد تخرب مطعم قاعد تخرب سمعه. يا ابن ايش سنوات قاعد بحط لك تحدي هذا لايك سناب صوتك ما فهمت عليك الصراحة ما أدري إيش قاعد تقول. إذا غير سلك الحراق. ما عندنا كنافة بالحراق حنا عندنا. بس ما غير سلك الحراق ما يجي عندنا ثاني. فهمت قاعد تدق علي وتهددني. يهدد أنا أنت. مطعم الكستناء. اسمع هذا مهم. استغفر الله قاعد تقول كلمات الصراحة لا يرضى فيها الإنسان. واحد يستحق الكلمات البذيئة منك تلعب سلك الحراق. اللي قاعد ألعب استغفر الله. يا هالنام ثاني شوف مقابلك واحدة بواحدة. ليش قاعد تسب؟ ليش تقول لي مهان؟ ماني مهان. نهار ونص تلعب سلك الحراق أنا جاي سنايبر. ايش حاب تقول لحقنا اليوتيوب؟ انا والله اطلع يا مسلم. والله بتطلع والله اسمح لي انت اللي داق. انا برفع عليك قضيه. انا برفع عليك قضيه بعد قلت لي مهان. اصبر رياضيات اسمع خلينا نشوف سنابات دقيقه لا تطلع نشوف سنابات هونر. يلا شوف سنابي اللي هو اي هونر صح؟ لا لي رم ثابت اول. اي لا اقصد عشان اللي باليوتيوب يجون ما يدرون اني قاعد اسنب نباتي حلوه. والله صوتك هون لكن ما اظن. والله انك وقح بالصدق. والله وقح. انا وقح ونص. تبي شيء غيره ما تبغى ايش؟ لا وش دخل مهان يا اخي خلنا حبايب. ترى يمديني ارفع عليك قضيه تدري؟ اوديك كلنا امانه اوديك. خلاص يا عشان قلت فلشت واحد عيوني بسامحك خلاص انت سامح ونصير حبايب؟ لا ما تسامح. اجي برفع عليك قضيه خلاص اسمح لي ما خلاص. يعني تحدي الدوله كلنا امانه ان شاء الله بيمسكونك. يلا مع السلامه. مع السلامه. الله يسلمك. ادري اختبار صاد. الله يوفقك يا اخي انا فيني انفصام وانت فيك انفصام يعني نتهاوش قاعدين نتسامح بنفس الوقت. يلا مع السلامه. ادري يلا ان شاء الله تسقط. انا احس لازم تعزمني احس ان صرنا اخويا ايش رايك؟ انا من الرياض وانت من القصيم. هذه يجيك الرياض عندي كم شغله الحين بجيك باي حي؟ اي حي؟ شهر الحين فين وكل حي حي الفردوس معروف. اي وش؟ الفردوس. اي خلاص اجي خلاص ان شاء الله جايك كارع 7 واضح. ما تشرف صح. والله انك وقح. مع السلامه الصراحه والله انك وقح. مع السلامه والله وقح ذا. لا تقعد دايت عشان
خلاص بعصنا الجيم تهاوشوا ويلا مع السلامة نروح ندور لنا جيم ثاني. هذا اللي دق علي يقول لي تنزلنا. السلام عليكم. السلام خلاص ليه يا اخي الوجه والله الصراحه انت 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 قاعد تسبني وقاعد ما سبيت خلاص اسمع ما تبيني انزلك قل لي انا اسف واسف والله انا انزلك يا جل يلا مع السلامه يلا 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 مو باين رقم مو باين اسمه ما نفسه قاعد يدق صح سمعت يدق يدق تكفى قل انك دقيت نعطي 5 ثواني 1 2 3 4 5 دق والله دق. الو السلام عليكم وش حاب تطلب؟ السلام عليكم كيف الحال؟ خير الحمد لله. لا 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 استنى اسمع حبيبي انت شكلك من شله المبزره اللي كانوا يدقون قبل. اسمع حبيبي رقمك موجود البلاغ ان شاء الله بيتقدم انت واخوياك والفله لانكم قاعدين تقطعون رزقي زين ورزق المطعم. ايش رزق المطعم قاعد تدق انت واخوياك وتحسبون الوضع سبهلله لكن اي انك توقف وتخليني ادق معك وارد معك واكلمك وتوقفني عن شغلي لكن رقمك موجود ورقم اخوياك موجودين وان شاء الله ان راح اقدم البلاغ وما هو انا اللي راح اتفاهم معك الدوله ان شاء الله بتتفاهم معك لان كل شيء مسجل انتظرك. اي خلاص ابدا لا ما راح تنتظرني المرور والشرطه هم اللي بيجونك. انا ما ادري ايش اللي يضحك صراحه اخطيت والله اخطيت قلت مرور مر ايش دخله يا السياره انت والله اني سياره مو اتفاك والله اني اخطيت فيها اخطيت فيها لا لا قفل قفل المقطع خلاص بس اسمعوا قبل قفل المقطع تعال 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 لا تنسون انكم تشتركون اذا انتم انتم مشتركين ولا تقصرون معنا باللايك لان اذا عجبتكم المقاطع الحلوه ذي تحسبون تحسبون اذا تبون قصدي نطقطق اللايك المقطع اللي راح وصلتوه ترند ما قصرتم معنا الصراحه من المقطع ده بعد نبيه ترند كيف نوصل المقطع ترند من اللايك اللايك والنشر يعني كل ما سويت الشيئين ذي الحلوات المقطع راح يضرب وراح ندخل ترند ذيك المره دخلنا وكان ترتيبنا 43 41 خلاص هالمره نبي نوصل للعشرينات صعبه ما ادري بس ان شاء الله اذا نشرت واعطيتنا اللايك ان شاء الله بنوصل ان شاء الله عجبكم المقطع لا تقصرون معنا بالاشياء الحلوه اللي قبل وبس I love you